استغلت الوفود الخليجية التي حطت رحالها بمحافظة البصرة في الكرم الذي قدمه العراقيون بصورة عامة وأهالي البصرة على وجه الخصوص، حتى أصبحت هذه الظاهرة تتصدر الجلسات والأحاديث قبل مواقع التواصل الاجتماعي، وبات الكرم يدخل في أدق التفاصيل ليكون أحد أجمل لوحات خليجي 25. وقيام الشيخ فوزي اللامي وهو أحد شيوخ عشيرة بني لام في البصرة عن دعوته للأشقاء العرب والعراقيين لحضور مأدبة غداء على ضفاف كورنيش شط العرب إجلالا للعرب والخليجيين، وعن ترحيبه بالوافدين فأقام أكبر وليمة غداء على ضفاف شط العرب في مدينة البصرة، حيث قام بنحر 100 ناقة و200 خروف لإكرام ضيوف البصرة خاصة والعراق عامة، في مبادرة لاقت ترحيبا واستحسانا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي. لنتابع. الصور والفيديوهات أظهرت مدا بشريا هائلا من العراقيين والعرب ممن لبوا الدعوة وتجمعوا على طول ضفاف شط العرب وبالقرب من الجسر لتناول الغداء. فمنذ بدء توافد المشجعين إلى البصرة لحضور العرس الكروي الخليجي، أطلق أهالي المدينة العديد من المبادرات لاستضافتهم وإكرامهم، وتنوعت بين فتح المنازل والمضايف أمام الوافدين من الخليج وتنظيم فعاليات ومسيرات ترحيبا بهم، ليكون خليجي 25 في البصرة اليوم هتافات من قلب عراقي إلى قلب عربي. واجب